بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركاته ورحمته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين. أحب أتكلم مع حضراتكم النهاردة يا أحبائي في موضوع عنوانه مدرسة يوشيا للتغيير. مدرسة يوشيا للتغيير، وطبعا أقصد هنا التغيير الروحي. أول نقطة نتكلم فيها إيه مفهوم كلمة التغيير؟ التغيير في اللغة العربية جاءت من الفعل غير، وفعل غير يعني إيه؟ يعني بدل. واحد عايش حالة مش عاجباه الحالة دي، يطلب إن هو يعيش في حالة تانية. واحد عايش حياة الخطية، يطلب إن هو يعيش حياة التوبة والنقاوة والطهارة. ومن العجيب إن كلمة ميتانيا يعني توبة، يعني تغيير اتجاه، تغيير اتجاه. التغيير ده بينقلنا من حالة احنا بنرفضها لحالة عاوزين نعيش فيها ونصمم عليه مهما كانت العقبات اللي بتقابلنا في طريق التغيير. يبقى اتكلمنا في نقطة واحد، نمرة واحد عن التغيير. النقطة نمرة اتنين، مين هو يوشيا؟ يوشيا هو ملك على مملكة يهوذا. زي ما احنا عارفين كان في مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب. مملكة يهوذا ديت يوشيا لما ملك عليها كان سنه كام سنة؟ كان سنه 8 سنين. ملك من سنة 638 قبل الميلاد ل 608 قبل الميلاد، يعني حوالي 31 سنة. سيرته موجودة يا أحبائي في سفر الملوك الثاني إصحاح 21، وسفر أخبار الأيام برضو الثاني إصحاح من 33 ل 35. يا ريت تدريب حلو إن احنا نقراهم بعد ما نسمع العزم. طيب المدرسة بتاعت يوشيا دي، يوشيا كان بيدرس فيها ايه او نتعلم من حياته ايه؟ عشان نشوف، تعالوا نشوف الظروف اللي كان عايش فيها يوشيا واللي خلته يصمم انه هو يغير حياته ويعلمنا في نفس الوقت. زي ما قلت لكم ملك عنده 8 سنين، جه في وقت كانت مملكة اسرائيل ماشية في طريق الشر، في أسوأ حالاتها الروحية. كان بيملك قبله 2 ملوك، الملك اللي قبله على طول كان أبوه، واللي قبل أبوه كان جده. طب نيجي لجد، جده كان اسمه الملك منسى. منسى ده حكم على إسرائيل 55 سنة، نشر فيهم عبادة الإيه؟ عبادة الأوثان. عن طريق عمل إيه؟ أقام مذابح للأوثان في الهيكل، ماشي. مارس السحر نمرة اتنين، ماشي. سفك دماء الأبرياء، ماشي. يعني ملك شرير جدا جدا جدا. في آخر أيامه إيه اللي حصل؟ ربنا سلط الأشوريين عليه، أسروه. طب وما تأثر؟ قال أرجع لربنا، وبدأ يقدم توبة توبة، وفي الآخر إيه؟ وفي الآخر مات. طيب أمون اللي هو أبو يوشيا على طول، ملك بعد منس، كان أصول يتعلم من أبوه وياخد نهاية أبوه كده ويتعلم منها، لكن ما تعلمش وممشيش في طريق التوبة، ولكن مشي في طريق الشر أكتر وأكتر، لدرجة أنه حكم لمدة 2 سنين، وبعد 2 سنين العبيد بتاعه خانوه وقتلوه بسبب كثرة شروره، لأنه ماشي في طريق الإيه؟ في طريق الشر. وفي الجو المكهرب بالخطية ده جه يوشيا عشان يملك وهو عنده 8 سنين، ومن صغر يوشيا قرر ان هو يغير الحالة الروحية للمملكة كلها، وان هو يرجعها لطريق ربنا. عمل ايه وعلمنا ايه يوشيا عشان نرجع لطريق ربنا ونتغير ونمشي في الطريق الصح؟ نمرة واحد يقول الكتاب عليه طلب الرب. في سفر أخبار أيام الثاني إصحاح 34 عدد 3،
ويقول الكتاب المقدس: وإذ كان بعد فتى ابتدأ يطلب إله داود أبيه. ومن صغره بدأ يطلب إله داود إيه؟ داود أبيه. ليه؟ عاوز يقول اشمعنى كلمة داود أبيه ديت؟ عشان يقول آه ده إله داود. إيه داود؟ ده اللي كان صغير، اللي بيقول في المزمور: أنا الصغير في بيت إيه؟ في بيت أبي. ويطلب كده إله داود أبيه اللي كان يقف مع داود لدرجة إن هو ممكن يقتل أسد أو يقتل دب جاي ناحية القطيع بتاعه. كان مع داود الصغير اللي يقف قدام جليات الجبار ويهزمه ويقول له: يحبسك الرب في يدي. فبدأ يطلب إله داود أبي. أول حاجة في طريق التغيير إنك تطلب ربنا إنه يكون معاك. ومن الجميل في الكنيسة نصلي كده فيها كل يوم الصبح في وشية المسافرين، ونقول: اشترك مع عبيدك في كل عمل إيه؟ في كل عمل صالح. اطلب ربنا، اطلب ربنا اللي قال: بدوني لا تقدرون أو لا تستطيعون أن تفعلوا إيه شيء. اطلب ربنا وقل له: طلبتك من عمق قلبي يا ربي يسوع المسيح. طلب ربنا فيه التجاء من واحد ضعيف لشخص إيه قوي. الطلب ده بيكون من ضعيف لقوي، من صغير لكبير. قل له: يا رب أنت الكبير بتاعي، معرفش أعمل حاجة غير ما تكون موجود انت ايه، انت معاي. نحمي يا احبائي، المحب ينجح في التغيير اللي هيعمله طلب اله السماء. موسى الاسود يا احبائي كده، المحب ينجح ويرجع كده لطريق جديد، طريق التوبة، يتقال عليه كده كان يصرخ كده ويقول له: عرفني ايه، عرفني ذاتك. يا ريت نتعلم من النقطة ديت. عاوز تنجح في طريق التغيير، في طريق التوبة، الحل نمرة واحد: تطلب ربنا. نمرة اتنين يا أحبائي، التصق بمن يبنيك. شوف ناس تساعدك في طريق التغيير، ما تلتصقش بناس تبعدك وترجعك للطريق اللي انت كنت ماشي فيه غلط. يوشيا أول ما ملك يقول ان هو التصق بالكاهن والتصق بالنبي. كان ليه كده مرشد روحي اسمه حلقيا الكاهن، كل حاجة يستشير فيها، وكان مرشده في كل أمور المملكة يقول الكتاب بحسب الشريعة، وكتير ما كان يستجيب له على طول يوشيا الملك. طيب الملك التصق بالكاهن والتصق بالنبي صفانيا الملك ويسمع لتحذيراته من النتائج السيئة للشر، يقول له: حاضر هسمع التحذيرات دي. التصق بالكاهن والتصق بالإيه؟ بالنبي. اللي عاوز ينجح في التغيير وفي التوبة لابد ان هو يكون له الاتنين دول، يكون له الكاهن ويكون له النبي. الكاهن يعني اعتراف، الكاهن يعني ارشاد، الكاهن يعني مذبح، يعني صلاة، الكاهن يعني تناول من الاسرار الإيه؟ يتناول من الاسرار المقدسة. طيب والنبي؟ النبي يعني كلمة ربنا. النبي في العهد القديم كان وظيفته يقول: هكذا قال السيد الرب. طب واحنا في العهد الجديد موجود الكتاب المقدس اللي بيقول لنا: هكذا قال السيد الايه؟ السيد الرب. اللي عاوز ينجح في توبته وفي تغيير حياته يلتصق بأب اعتراف ومرشد روحي. نمرة اتنين، يلتصق بالكتاب المقدس بوصايا ربنا. في تاريخ الكنيسة موسى الأسود يا أحبائي أيضا، إما حد كده يمشي في الطريق صح، التصق كده والتلمذ للقس إسيزوروس، فنجح في توبته ونجح في تغييره. النقطة الأولانية كانت إن هو طلب ربنا. النقطة الثانية، التصق بمن يبني. ومن الجميل الكتاب المقدس في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 34 عدد 31 يجيب لنا ملخص النقطتين دول ويقول كده عن يوشيا: قطع عهدا للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه بكل قلبه وكل إيه وكل نفسه. قطع عهدا للذهاب وراء الرب، دي لوحدها عاوزة إيه؟ عاوزة وعظة. قطع عهدا بالذهاب وراء الرب، انا همشي وراك يا رب. اللي عاوز ينجح في التغيير
يمشي وراك وانا امشي وراك. اللي عاوز ينجح في التغيير يحفظ وصاياك وشهاداتك وفرائضك بكل قلب وكل ايه وكل نفس. النقطة رقم 3 يا احبائي، ازال السلبيات. كان موجود في الهيكل تماثيل كتيرة واوثان كتيرة، هيسيبها؟ الشعب هيطلع كل مرة ويتعبد برضه ليه، عادة خدوا عليه. يقول كده الكتاب: ابتدأ يطهر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسواري والتماثيل والمسبوكات، وهدم أمامه مذابح الأصنام وتماثيل الشمس التي عليها من فوق. أخبار أيام التاني صح 34 من عدد 4 لعدد 7. الأوثان دي كان بقالها حوالي 70 سنة من أيام حكم جده، لكن جه وشال وهدم وحرق وقبض على الكهنة بتاعتهم كمان. ومش بس في يهوذا، مش بس في أورشليم، ده في كل مدن ايه، في كل مدن يهوذا. اللي عاوز يتغير روحيا ينزع الأوثان اللي موجودة في قلبه، في شهوة عينه، في تعظم معيشة، في ذات، في مال، في جنس، لازم كل ده يتنزع خالص من القلب. حتى لو قعد في القلب ومعشش ومسيطر بقاله 70 سنة، لازم يتشال من الايه، من القلب. والجميل في الكنيسة عندنا كده انها تعلمنا ان احنا نقف كده في الصلاة، تعلمنا كده الكنيسة ونقول: طهر قلوبنا وافهمنا وافكارنا ونياتنا. وقبلها تقول: طهر نفوسنا وأجسادنا. يا رب طهر كده كل حاجة، شيل يا رب كل وسم من جوانا علشان نعرف نخدمك ونعرف نرجع لك ونعيش إيه ونعيش معك. النقطة رقم 4 يا أحبائي، إنه بعد ما أزال السلبيات إيه اللي حصل؟ ثبت الإيجابيات. يعني مش كفاية إنك تكون ماشي في تحت الخط في مرحلة السالب وتوصل للصفر، لا مش كفاية، لازم تبحث عن إيجابيات تعملها. عمل إيه يوشيا؟ بدأ يفكر في ترميم الهيكل، وبدأ ياخد من العشور اللي موجودة من الشعب واداها للعمال واداها للنجارين والبنايين والنحاتين، واشتروا مواد ورمموا بيت ربنا، البيت اللي كان بيستخدم للأوثان. أشال الأوثان منه ورجعه لشكله الأولاني تاني، وبدأ يتذكر فيه اسم ربنا عشان يتقدم فيه ذبايح لربنا. واحنا برضو يا أحبائي، مش كفاية إن احنا نشيل الأوثان والخطايا من جوانا، ولكن لازم نرجع تاني لشكلنا الأولاني، زي ما التذكرة كده بتقول: رجعني تاني لشكل الإيه؟ الأولاني. الآية بتقول: أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. أخطيت لو كان كده الشيطان سكن فينا وعمل له هياكل جوانا ومذابح جوانا وقدرنا إن احنا نطردها. لازم يرجع جسدنا تاني كده هيكل لربنا لشكله الأولاني، الشكل الجميل اللي خدناه من سر المعمودية وسر تثبيت الروح القدس، سر الإيه؟ سر ميرون. كل جزء في جسدنا يكون مكرس لخدمة ربنا زي الهيكل بالظبط. اللسان اللي كان بيكذب مش كفاية ان هو بطل كده، ده لازم يرجع تاني ويعيش حياة الإيه؟ حياة التسبيح. الإيد اللي كانت بتسرق مش كفاية انها تبطل سرقة، ده لازم ترجع تاني وتتعلم انها تترفع لربنا بالصلاة، تتمدل للأخ كده او للمحتاج بإيه؟ بالمساعدة. رمم الهيكل مرة تانية وقول: رجعني تاني لشكل الإيه؟ الأولاني. لو عاوز تكون ناجح في تغييرك وفي توبتك. نمرة 5 يا أحبائي، إما رجع ما رجعش لوحده، ولكن رجع وجاب الشعب كله معاه. نمرة 1 حس بالمسؤولية ان هو ملك ومسؤول عن الشعب، لازم الشعب ده يرجع كله ايه، كله معاه. لازم التغيير يكون تغيير
تغيير جماعي. وعلى فكرة التغيير الجماعي ده يساعدك في التغيير الفردي، لأنك مش هتلاقي حد جنبك يشدك للخطية أو يشجعك للخطية، فحب يغير غير كل إيه؟ كل الشعب معاه، لدرجة أما جه مثلا يحتفل بالعيد ناس معهاش فلوس تقدم ذبايح، بقى يجيب فلوس ويديهم، يجيبوا غنم ويجيبوا بقر ويقدمهم إيه؟ ويقدمهم الفصح إيه؟ الفصح معاه. اوعى تفكر انك ترجع لوحدك، ولكن فكر دايما انك ترجع ومعك كل الناس. في سفر النشيد الانشاد تقول له كده: اجذبني وراءك فنجري. السامرية كده ما تحب ترجع تعرف ربنا وترجع: لا لا مش هرجع لوحدي. ده قامت رايحة جايبة البلد كلها وقالت لهم: تعالوا انسان قال لي كل ايه كل ما فعلت. ارجع لربنا، ما ترجعش لوحدك، هات الناس كلها ايه، هات الناس كلها معك. 5 حاجات عملهم، اقولهم مرة اخيرة: طلب ربنا، التصق بمن يبنيه، ازال السلبيات، ثبت الايجابيات، رجع الشعب كله معاه. طب ربنا بقى يقف كده ويتفرج؟ لا، ده ربنا يقعد بعت رسائل تشجيع كده ليوشيا كل شوية، يقول له: يا حبيبي انت كنت التغيير وكنت بطريقة صح، فانا مبسوط منك، تعمل ايه يا رب؟ يقول كده: شريعة موسى بقالها كتير مش موجود، مفيش حد لاقيها، اثناء ترميم الهيكل تبان الشريعة دي والشعب كله يحتفل بيها ويفرح بيها. يوشيا قلقان على الشعب، خايف عليه، ربنا يبعت له كده مع خالدة النبية ويقول له كده رسالة تشجيع: الشعب ده مش هاجي ناحيته يا يوشيا، عشان انت كويس وعملت المستقيم في عيني. يحتفلوا بعيد الفصح، ويوشيا يهتم بالاحتفال ده جدا، عمل احتفال كبير قوي بعيد الفصح، كان تقريبا الناس نسيوه، وإذ بكده يوشيا يجي ويعيد تاني الاحتفال بالفصح، ودي تعتبر مكافأة من ربنا ليوشيا إن هو يعاد في زمنه الاحتفال بعيد الفصح. وزي ما قلت من شوية يساعد الشعب اللي مش معاه فلوس، يقول لهم كده، الكتاب المقدس يقول: أعطاهم من الغنم والحملان والبقر، وقال كده: الغني في الشعب أعطى الفقير، أعطى الفقير، والكل احتفل بعيد الفصح، لدرجة إن الكتاب يقول لم يحدث احتفال مثله من أيام صموئيل إيه؟ صموئيل النبي. وكان الاحتفال بعيد الفصح ده علامة على إتمام التغيير وإتمام التوبة والرجوع لربنا. الموضع اللي كان بتاع ربنا واتحط فيه هياكل للأوثان، اتشالت هياكل الأوثان واتحط مذبح، وبدأت الناس تقدم ذبيحة وتحتفل وتفرح. احنا برضو كده يا احبائي، الذبيحة وفصحنا هو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. اكبر فرح واكبر مكافأة لينا جسد الرب ودمه اللي موجودين معانا على الايه، على المذبح في الكنيسة. لازم كلنا نفرح، ولازم كلنا ما نجيش لوحدنا، ولازم كلنا نكون حريصين ان الشعب كله يكون موجود في الكنيسة ويفرح بذبيحة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. يوشي يدانا في مدرسته 5 دروس جمال يساعدونا في التغيير والرجوع لربنا. نمرة 1: طلب ربنا. نمرة 2: التصاق بمن يبني. نمرة 3: أزال السلبيات وأزال الأوثان. نمرة 4: ثبت الإيجابيات، رمم الهيكل. نمرة 5: رجع والشعب كله معاه ففرح بذبيحة الفصح. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، آمين.